أهلا بكم من جديد. أشاد رؤساء المصارف البحرينية بقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخفيض رسوم البنية التحتية، وأكدوا أن السوق العقاري سيشهد انتعاشا خلال المرحلة القادمة متأثرا بهذا القرار، وهو ما سيعود بالإيجاب على قطاع المصارف أيضا وعلى القطاعات ذات الصلة بالعقار والبناء والتشييد. أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أهمية منتدى تمكين التشاوري السنوي ضمن جهود تعزيز الأثر من برامج الدعم التي تقدمها تمكين، وذلك من خلال فتح المجال للتواصل والتعرف عن كثب على احتياجات سوق العمل في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية. وأوضح أن المرحلة الحالية من عمل تمكين جاءت استراتيجيتها بناء على مشاركة مختلف شرائح الشركاء في كل من القطاعين الخاص والعام، حيث كان الدافع توجيه فرص الدعم وضمان استدامتها وفتح المجال أمام التوسع في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال. وأشار إلى أن استراتيجية تمكين الأخيرة خلال العامين الماضيين كرست جهودها لضمان تحقيق القيمة المضافة من خلال التركيز على عناصر ثلاثة رئيسية هي التنويع وتسريع النمو واستدامة الأثر. المنتدى السنوي من الفعاليات المهمة لنا في تمكين لاستماع آراء القطاع الخاص وتبادل الأفكار عن برامجنا واحتياجاتهم، وكل اللي نسمعه ينصب في خططنا المستقبلية، كيف نطور برامجنا ونحسن أو نستحدث برامج جديدة لتلبية احتياجات السوق. بدأ الذكاء الاصطناعي في إحداث فرق كبير في صناعات متعددة وفي عدة مجالات، ومنها على سبيل المثال المجال الصحي، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحلل سجلات بيانات الرعاية الصحية الضخمة سواء القديمة أو الحديثة لتحديد أنماط خفية في تطور وتشخيص وعلاج العديد من الحالات الطبية بسرعة ودقة عالية جدا. للطاعة أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي، خبير النشرة الاقتصادية في مجال علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي. مساء الخير دكتور جاسم، وفي البداية كما ذكرنا أن الذكاء الاصطناعي يلعب دور مميز في مجال الطب وبالأخص في العمليات الجراحية، هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع؟ مساء الخير أحمد والمشاهدين الكرام. طبعا في انفاق هائل في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، ارتفع من مليار و200 مليون في السنة الماضية إلى مليارين السنة الحالية، وممكن إلى
حوالي 36 مليار بحلول العام 2025. بما ذكرت عن العمليات الجراحية عن طريق الروبوتات اللي ابتدت أساسا في الثمانينات، فتصاعد الروبوتات الجراحي في إجراء عمليات معقدة تقريبا بشكل زايد، وهناك مثلا حاجة إلى أجزاء أكثر من بضع شوك صغيرة في المواقع الجراحي، أساسا في الولايات المتحدة بالأخص عمليات الروبوتات في مجال البروستات في تكافؤ 85% من العمليات تجري عن طريق الروبوتات. الروبوت الجراح كلف حوالي $2 مليون وعملية بين 3,000 إلى 6,000 دولار. طبعا وبشكل تدريجي قل تكلفة في مجال العمليات، والدقة تكاثر أكثر من 95%. طبعا في بعض التحريات اللي عملت في مدن الأوروبية والأمريكية أكثر من 80% من المرضى والمتداولين على المستشفيات يفضلون جراحات عن طريق الروبوتات أكثر من الجراحين اللي محتاجين عليهم. طبعا في عدة أنواع في الطبيب أو الجراحة عن البعد بإشراف الأطباء في أماكن نائية أو بعيدة، ممكن يحتاجون عمليات سريعة، ووصول الأدوية عن طريق طائرات المسيرة. إذن أثر كبير دكتور جاسم للذكاء الاصطناعي في مجال الطب، لكن بالحديث بدقة في بعض المواضيع، هل ساعدت التكنولوجيا الحديثة مجال الطب فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم؟ أكيد احنا انتقلنا من خلينا نقول فترة المساعدات المالية لذوي الاحتياجات خاصة إلى مساعدات تقنية. نعم. يعني احنا ناخذ بعض الأمثلة، يمكن الواجهة الدماغ والآلة الحديثة اللي انشها العلماء الأعصاب فرضا انتولد خطابا اصطناعيا طبيعيا عن طريق استخدام نشاط الدماغ للتحكم في جهاز الصوت افتراضي. يعني طبعا هاي عبارة عن محاكاة الكمبيوتر مفاصلة الشحيم بما ذلك الشفة والفلك واللسان والحنجرة. أخيرا أجريت دراسة على المشاركين في الأبحاث استخدام النطق السليم، والتكنولوجيا يمكن تساعد يوما أصوات الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام بسبب الشلل أو غيره من الأشكال الضرر العصبي، ويتعلم بعض الأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة في النطق أن يقوم بتوضيح أفكارهم حرفيا، يعني حرف الأخرى باستخدام أجهزة مساعدة تقوم بها الذكاء الاصطناعي. طبعا الدراسات الجديدة يقومون بأشياء معقدة أكثر، حيث يمكن الدماغ البشري تصميم حركات الشفتين والفك واللسان وأمور أخرى تطورية مساعدهم في المجال. بالتأكيد تطور كبير للقطاع الصحي بفضل الذكاء الاصطناعي. الدكتور جاسم حاجي خبير النشرة الاقتصادية في مجال علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك. ونتابع الآن مشاهدينا أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وإلى إغلاقات البورصة مشاهدينا لنهاية تعاقدات اليوم، والبداية مع بورصتنا المحلية، فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.7% مغلقا التداولات عند مستوى 1600 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم 1,809,000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 5,505 دينار تم تنفيذها من خلال 63 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين اليوم في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية.
بالانتقال إلى إغلاقات البورصات الخليجية، فكما نتابع كانت أغلب الإغلاقات باللون الأخضر على ارتفاع. السوق المالية السعودية وبورصة الكويت أقفلتا بارتفاع بمستوى 0.04%، بينما أقفلت سوق أبوظبي ودبي المالية على تراجع باللونين الأحمر بتراجع بنسبة 0.56% و 0.18% في إغلاقات التداولات اليومية. وقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اتفاقا بشأن حقول المنطقة المحايدة، حيث شملت المراسم التوقيع على اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم. ويأتي ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من توقف إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة التي يبلغ إنتاجها نحو 500,000 برميل يوميا، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية. ويقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت حقل الخفج والوفرة، ويتقاسم كلا البلدين إنتاجهما. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. بوينغ تطيح رئيسها التنفيذي في محاولة للسيطرة على أزمة متصاعدة تسببت في وقف إنتاج طائراتها الأفضل مبيعاً. وعدت الصين بتقديم مزيد من الدعم في عام 2020 القادم للشركات الخاصة الأكثر حيوية في خلق الوظائف لمواجهة تباطؤ اقتصادها التي أدت الحرب التجارية مع واشنطن إلى تفاقمه. وتراجعت نسبة نمو الاقتصاد الصيني إلى 6% على مدى عام في الفصل الثالث من العام الجاري، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 27 عاما. وتضررت بكين من مواجهتها مع أمريكا المتمثلة في تبادل فرض رسوم جمركية عقابية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات سنويا، ما أثر سلبا على نمو الاقتصاد الصيني والذي يعتمد إلى حد كبير على التصدير. وإلى روسيا، حيث دشن الرئيس فلاديمير بوتين جسر القطارات الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين جنوب غربي البلاد. وبذلك يكتمل بشكل نهائي مشروع بناء جسر القرم الذي ربط القرم بشبكة المواصلات البرية الروسية، ما سيسهم في التنمية الاقتصادية لشبه الجزيرة. وإذانا بافتتاح السكة الحديدية الجديدة، سافر الرئيس الروسي برفقة عمال شاركوا في بناء الجسر في قطار عبره، تحدث خلالها معهم عن المشروع الذي انطلق في فبراير عام 2016 وبلغت قيمته نحو 3.8 مليار دولار. وأكد الرئيس الروسي على أهمية الجسر بالنسبة لشبه الجزيرة، حيث يؤمن ربطها بباقي الأراضي الروسية. في الخبر الأخير، طاحت شركة بوينغ رئيسها التنفيذي دينيس مولينبرغ في إطار مسعى لأكبر صانع للطائرات في العالم للسيطرة على أزمة متصاعدة تسببت في وقف إنتاج طائراتها الأفضل مبيعا 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم أوديا بحياة 346 شخصا. ويأتي عزل الرئيس التنفيذي بينما تواجه بوينغ صعوبة في إصلاح علاقتها المتوترة مع الهيئات التنظيمية التي تحتاج للحصول على موافقتها لعودة طائرات 737 إلى الجو، وتسعى لاستعادة ثقة الركاب والزبائن من شركات الطيران حول العالم. كما وقفزت أسهم الشركة نحو 4% في التعاملات المبكرة لتسترد جزءا صغيرا من خسائرها على مدار الأشهر التسعة الماضية والتي بلغت أكثر من 20%.